أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله. شكرا لكم، وأنا أتشكر أخوي أحمد اللي أجعل الحلقة وهو مرضان يعني، ونعتذر كثير احتمال ما طول الحلقة أكثر من نص ساعة، فأسفين كثير مقدما. خلونا بالبداية نرحب بالأخ أحمد. أهلا وسهلا فيك أخوي أحمد. أهلا وسهلا أخي جان، وأهلا بمشاهديك الكرام كلهم. تسلم يا طيب، تسلم. على كل أحمد، أنا قبل ما أدخل على الخط معك، في مقالة طالعة ضد جهر بالإلحاد، ما بعرف شو كان اسمها، هبة، شو رأيك بموضوع المقالة هاي بالمختصر؟ زر تفضل. نعم، لأن المقالة يعني طلبت رأي الجمهور الصفحة بتاعتنا في المقالة ديت، ومعظم الآراء كانت بتقول يعني إن هي جهلة جدا وسطحية ومتناقضة. للأسف مفيش حد من المسلمين بيتناول موضوع الإلحاد بموضوعية أبدا يعني، والذين يتصدون إلى هذه القضية معظمهم جهال وأغبياء في نفس الوقت. ولاحظت أيضا أذكياء من المسلمين يتجنبون الخوض في أمر الإلحاد ومواجهة الملحدين، وهكذا يحاولون دائما أن نأي بأنفسهم على هذا الأمر. دائما ما الذين يقحمون أنفسهم في هذا الموضوع يكونون من أقل يعني من ذكائهم أقل من المتوسط بكثير. يعني باختصار لو تسمعونني، لو أن صوتي واضح الآن، بدأت هي المقال بأنها تقول أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكنها ختمت المقال بمن بدل دينه فاقتلوه، وتقول في الحديث الشريف أمر مباشر، من بدل دينه فاقتلوه. فبداية القصيدة لا إكراه في الدين، وآخر المقال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا هو الازدواجية الإسلامية، هذا هو التي تكاد تقترب من المرض المعروف، مرض ازدواج الشخصية. بكل تأكيد أحمد، بكل تأكيد. يعني أنا بصراحة أول ما دخلت عم تقول لا بدل دينه فاقتلوه، مباشر خطر لي وشو عن يعني، أول ما دخلت عم تقول لا إكراه في الدين، بعدين فكرت مباشر إنه شو لا إكراه في الدين، ويعني في عندكم وين راحت هي من بدل دينه فاقتلوه، فهي طلعت فيها يعني شيء بصراحة، شيء ما بعرف كيف بيفكروا هالناس هاي. على كل أصدقائي شكرا لكم، وطبعا أخونا أحمد تعبان جان في الواقع يعني هي تقول في آخر المقال، ومن هذا من هنا أناشد كل المتخصصين باقتحام ما يسمى الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله والرد عليهم في كل جزئية. أنا لا أدري لماذا استخدمت مصطلح الاقتحام هنا، يعني نحن ليس في الأمر أي اقتحام، هي صفحة على الإنترنت، يعني كيف سيقتحمونها لا أدري يعني، والرد عليهم في كل جزئية. الصفحة أصلاً لا تطرح نظريات أو أفكار، بقدر ما هي منبر للملحدين المجاهرين لكي يعلنوا عن أنفسهم وعن موقفهم أساساً. فإذا كانوا إذا كانت مهتمة بموقف هؤلاء الناس وتريد أن تعرف يعني عنهم أو تسمع تجاربهم، أو بإمكاني أن تتواصل مع كل واحد يعلن على هذه الصفحة مع نفسه. أما الاقتحام فلا مجال له يعني. وأيضا هي تقول نحن نحاول علاج الملحدين، يعني تعالجينهم من ماذا؟ يعني نحن الذين نحاول علاجكم من الإيمان بالبقرة الطائرة والبراق، هذا لا أدري إلى أي نوع من الحيوانات ينتمي، لكن هذا الحيوان المتنحى بإسراء وبشفاء ببلغم الرسول وما إلى هذه، يعني كان الرسول يبصق على أصحابه وكانوا يضعون أيديهم له الشريفة يعني ليمسحوا ويدهنوا جلودهم من بلغمه يعني، فمن هو الذي يحتاج إلى العلاج أيتها المرأة؟ لا هو هن بده يعالجونا بالاعشاب الطبيعيه اصلا يعني. بصراحه يعني الملحد على الاقل لا يعتقد انه يجوز له ان يتزوج بسنه وثلاثه ورباع ويعاملك كجاريه تكون ضمن احدى يعني ضمن قطيع زوجاته، او ايضا الاماء يعني تكونين امراه
مستعبدة جنسيا يعني، فاستحي برأي. يعني بصراحة الاقتحام هذا هي أصلا أنه اقتحموا وبلغوا عن الصفحة عشان استحي برأي يسكروا. انتقاصا من المرأة، لكن انتقاصا لها هي شخصيا يعني. انا خاطبها بنبرة إسلامية يعني، أليس الدين هو الذي يخاطبه بهذه الطريقة، أنها امرأة وأنها تقطع الصلاة وأنها مثل وأن وساوى بينها في الخطاب وبين الغائط والحمار والكلب الأسود وكل فكيف يعني تطلبين أن نعالج من ماذا؟ نعالج من مفاهيم تريد أن تحررك مما أنت فيه من الخيبة الثقيلة التي ترزحين تحتها؟ بالضبط بالضبط يعني، شر البلية ما يضحك يعني، ما في كلام ينقال يعني. والله يا جان، ما عدا هناك مجال للضحك يعني. أنا كدت أن أفقد القدرة على الضحك، وأنا أعاني بشدة الآن من مشاعر كثيرا سلبية وحزين للغاية من مآلت إليه الأمور، وبالذات أحوال المجتمع من حولي، ويعني كمية التوحش الموجودة في المجتمع، وهذا الغباء وهذا الجهل وهذه السطحية، لا أدري ماذا أقول، لا أدري ماذا أقول يعني. حاليا أنا تعبت فعلا من هذا المجتمع يعني. يعني لكل واحد منا طاقة، وأنا يعني لا طاقة لي لكل هذا، يعني لا طاقة لي بكل هذا. حقك حقك أخي أحمد، حقك صحيح، مجتمع جاهل إلى هذه يعني لهالدرجة، هي بصراحة شيء 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 بوطي الرأس. بس المشكلة إنه نحن فينا مثل ما بقول قوة حتى نواجه المجتمع هذا مهما كان. ليس من الملحدين انفسهم يعني، انا اتعرض لحمله شديده جدا في تطعن في كرامتي وفي شخصي وفي وانا بستاء جدا، لان كثير من يلتفون حول هذا المختل الذي يروج هذا الكلام، كثير منهم ملحدين يعني. انا تعبت كثيرا من اجل الدفاع عن الملحدين، و يعني تحملت بكل يعني ما اوتيت من قوه، تحملت مسؤوليه ان أحاول الدفاع عنهم وبسط الناس بقضيتهم، ولم أسيء إلى أحد منهم، ضحيت كثيرا من أجل أن يكونوا بخير يعني، ولم أقدم أبدا أذى لأي أحد، ولم أهاجم أحد، ولم أخطئ في أحد، ولم أشتم أحد من الناس، يعني كل ما فعلته لهم كان جيدا يعني. لا أدري لماذا يعني يتحدثون بحقي بهذا الكلام الذي يعني أنا يؤلمني كثيرا يعني، كرجل حر وكرجل لا يمكن أبدا أن يعني يقول مثل هذا الكلام او يقوم بمثل هذه التصرفات، وهو ابعد ما يكون تماما عنها يعني، وكما يعرفني اصدقائي المقربين يعني. ولا يهمك أحمد، هذول شوية صيصان بيقاقوا بصراحة يعني، يعني مو بس مثل ما قلت الملحدين هذول يعني، أنا أشك بإلحادهم حتى يعني، مثل ما بيقولوا إنه في مندسين كتير بإلحادية، وفي مين مرضى بكل معنى الكلمة، إنه يشوفوا إنسان نقي بهال يعني كأحمد حرقان، وبيجوا بشجاعة أحمد حرقان، ويا ريت يكونوا هن بشجاعة أحمد حرقان يوصلوا لنصف ما وصل له أحمد حرقان من القوة والشجاعة. وصيصان بيقاكوا يعني، صيصان موجودين ليقاكوا على كل يعني، ما بعرف واحد شو يحكي فيهم يعني، ناس مرضى جايين طلعوا من الإسلام، إذا كانوا ملحدين طلعوا من الإسلام، جابوا أخلاق الإسلام كلها معهم، ودائما حروب مع فلان وعلان. وشفت انت الحمله شويه الصيصان من فتره، كمان حمله على البرنامج طلعت، واليوم هي في مجموعه كمان شد عليك نفس الحكايه، وهي الصحفيه هي مساويه حالها، ما بعرف شو صحفيه ولا كاتبه ولا شو هي يعني. على كل اصدقائي طبعا، صديقنا احمد هو مريض وما راح يبقى معنا اكثر من نص ساعه، فما تأخذونا، واحتمال يجي معنا الأخ جورج. دقيقة واحدة جاني أعود إليك، دقيقة واحدة. أوكي أحمد، أوكي. طيب أصدقائي، نحن موضوعنا اليوم موضوعنا عن أخلاق محمد. خلونا نشوف بالبداية شو حكوا المسلمين. في إسلام ويب
كاتبين عن وأنك على خلق عظيم. خلونا نشوف شو كيف بيشوف المسلم أخلاق محمد حتى نتفحص أخلاق محمد. وعلى فكرة هي ما هي هالحلقة الوحيدة، يعني راح تكون عدة حلقات عن أخلاق محمد، لأنه بموضوع طويل. وبصراحة المشكلة أنه أخلاق محمد صارت مقدسة وهو القدوة الحسنة، ومثل ما شفتوا يعني القدوة الحسنة شو مخلف أم في قمة الانحطاط. فهالأخلاق هي، وأخلاقيا طبعا أنا عم بحكي في قمة الانحطاط، في الانحطاط أخلاقيا. لذلك مين هو القدوة الحسنة غير محمد؟ لنشوف أخلاق محمد. إذا محمد باهتت على المجتمعات الإسلامية و بالكامل، وحتى الذين تخلصوا من الإسلام يعني يحتاجون إلى كثير من الوقت كي يتخلصوا من أخلاق المسلمين. أخلاق المسلمين صبغت المجتمع بكل طوائفه، وهي أخلاق عدوانية. محمد كان شخص بدوي بدائي عدواني مريض مختل قذر منحط أخلاقيا وسلوكيا ونفسيا وفي في في أسوأ يعني المستويات. إفرازاته كلها الأدبية وما يسمى بالقرآن وكتاب قذر أيضا، وهذه الأحاديث التي تنسب إليه وتردد على مسامع المسلمين النهار مليئة بالترهات والأحقاد والحد على الكراهية. وفي النهاية يقول له، يشهد له المومس السماوي ويقول له أنك على خلق عظيم. يعني فهو يعني الإله الذي يرقع الحور العين للمؤمنين كي يستمتعوا بهذه غشاء البكارة، وتخصص في هذه القضية بنفسه شخصيا بيداه، يعني جدير بأن يدافع عن أخلاق محمد فعلا. يعني لابد أن يقول له أنك على أخلاق عظيمة، مع أنه كان شتاما ولعانا وقليل الأدب وذو لسان طويل، وكان حقودا وكارها لكل الناس وكارها خاصة للناجحين من البشر. وهاجم الوليد بن المغيرة لأنه كان يعرف أكثر منه وشتمه وقال له يعني كلاما كثيرا جدا، وقال عتولي بعد ذلك زنيم، يعني أنه ابن زنا وابن مومس، وقال أنه مازم الشام من أميم. وفي موضع آخر سوز المدسر شتمه أيضا وشتم غيره، وقال في النهاية سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، أتبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها 19، حيولعه بالنار في الآخر. يعني فكان محمد يلعب بالنار وكان دائما يعني، وكانت كل عباراته تهديد للناس الذين لا ينقضون له ويخضعون له لاستعباده الإجرامي، كان دائما يهددهم بالنار. يعني ولو أني كنت أحيا في زمن محمد يعني لكنت يعني وغيري من الناس يعني الموجودين حاليا لكانوا أخذوه من يديه إلى الشريفتين إلى أقرب مصحة نفسية، والإبر كانت تتكفل بالباقي في العضل اليوم. العضلة الأمامية اليسرى أو اليمنى تضع الحقنة التحقين بها كذا فيصبح جيدا، يعني يهدأ ويستقر ويصبح نبيا جميلا، يعني نبيا هادئا يعني، وليس نبيا صاخبا شهوانيا هائجا طول الوقت على النساء وعلى الناس. يعني أنا أظن هو ما محتاج إبر، هو محتاج دفن مع معتقداته وأخلاقه إلى أبد الأبدين. على كل أنه بس كنت أرى بعض الأسطر من إسلام ويب، في واحد كاتب عن محمد عمول، تفضل الله تعالى على نبيه محمد بتوفيقه لإنصاف بمكارم الأخلاق ثم أثنى عليه وبذكر ما يتحلى به من جميل الصفات في آيات كثيرة من كتابه العزيز. ومن ذلك قوله تعالى وأنك لعلى خلق العظيم، القلم 4. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن. طيب برجع بيقول وكان رسول الله صلى الله بطيخه قبل أن يبعث الله بالرسالة في الذروة العليا من الأخلاق الحسنة، صدقا وأمانة وكرما وحلما وشجاعة وعفة، يعني بس التوقف عن كلمة عفة، وغير ذلك من الصفات التي يحظى بالإجلال والإكبار من حصل على واحدة منها، فضلا عمن جمعت له وتوفرت له فيه
وصدق رسول الله صلى الله حيث قال أن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا عم بيقول شهادات أهل بيته في أخلاقه. لما أوحى الله في إلى نبيه في غار حراء لأول مرة ورجع إلى خديجة رضي الله عنها أخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الأكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتقري الضيف وتعين على الثواب الحق، هي بالبخاري. وعن أنس خدمت النبي وتعين على نوائب الدهر رجال وتعين على نوائب الدهر. صح. فكنت المهم انا بدي اجي كمان على ابو سفيان، هو الاشياء كثيره يعني انه ابو سفيان شاهد فيه شهاده كفار قريش بامانته وصدقه. لما قامت قريش ببناء الكعبه قبل بعثه النبي، وفي هون الحادثه هي انا يا ريت فصلنا فيها شوي اخي احمد. لما قامت قريش ببناء الكعبه قبل البعثه تنازعوا في رفع الحجر الاسود الى مكانه، واتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم الباب، فكان أول داخل رسول الله، فخرجوا جميعا وقالوا جاء الأمين، جاء محمد. وقد كانوا بالقبول يلقبونه بلقب الصادق الأمين لما يعلمونه في أمانة، لما يعلمونه في أمانة وصدق. وثبت في صحيح البخاري أن صلعم لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين الشعراء 214 صعد إلى صفا فجعل، طبعا هي لما قال لهم وجابوا لهب وقال الحكى معه على كل. شو رأيك بس قبل البعثة إنه كانوا يلقبوه الصادق الأمين؟ نعم يعني لابد أن يعني ترد هذه مثل هذه الأخبار. يعني كل هؤلاء الدجالين وعلى مدى التاريخ كان لهم الأبواق وكان لهم القوادين وكان لهم الأشخاص الذين يسعون في نصرتهم بكل الوسائل، ومنها الكذب والتلفيق. ومن أين أضمن أنا أنه كان الصادق الأمين ولم يكن المختل المجنون؟ أليس هذا الرجل هو الذي ترك لنا هذا التراث المليء بالدموية والإجرام والكراهية والقتل والسرقة والنهب والسطو على الناس؟ من أين يأتي يعني الصدق والأمانة؟ أين هي الصدق وأين هي الأمانة في أمة أقامت حضارتها ومجدها كله على التلصص وعلى سرقة الأمم الأخرى وغزوهم وإخزوا تغنموا بنات بني الأصفر يغزون ويأخذون الأموال ويغنمون النساء وينتهكونهن ويستعبدوهن جنسيا ويأخذوهن من أطفالهن ومن آبائهن ومن أمهاتهن ومن الأسر ومن الأزواج أيضا. وفي النهاية يقول الصادق الأمين يعني يعني تبا لهذا الصادق الأمين يعني وتبا لكم يعني صادق أمين يعني بصراحة الله لو كان قبل البعث صادق الأمين كيف ممكن صادق أمين يتحول بعدين يطالع لك حديث المعاريض؟ وحديث المعاريض معروف يعني إذا الشيخ الحيواني هذا أو العصا الحيواني الحويني بسموه يعني شرح عن أحمد بن حنبل واقعة يعني أي مختل عقليا احكي له الواقع عبد يقول لك هذا كذب صراح. يعني أي مختل عقليا يعني إنسان لا يفقه شيئا مختل عقليا يعني بعد احكي له الواقع عبد يقول لك هذا كذب صراح. يعني لا قيمة لكل هذه النصوص يعني في النهاية في الحقيقة علم الحديث ما هو إلا هراء وخيبة ثقيلة. علم الحديث ما لا يساوي المداد الذي كتب به الحبر خسارة في هذا الكلام الذي كتب، هذه المصنفات وهذه أبيات الشعر كلها التي صنفت في علم الحديث وهذه المتون والمجلدات وكل هذه خسارة فيها الورق وخسارة فيها الحبر وخسارة فيها الوقت أيضا. علم الحديث ما هو إلا علم الهراء والخيبة، يعني تصنيف الناس على أن هذا صادق وهذا كذوب وهذا ثقة وهذا ضابط وهذا ضابط جدا وهذا متنايل على عينه، كل هذه أحكام مطلقة غبية لا يمكن ابدا. ليس هناك اجهزه لنضع الناس عليها لتجزم تماما اذا كانوا صادقين ام كاذبين. ان كان الناس الان اخترعوا كتاب اجهزه كشف الكذب ولا يلجؤون اليها
لأخذ أحكام مطلقة بالنسبة بالمناسبة، يعني ده بيستخدموها في أحكام نسبية ولا يجزمون بصحة نتائجها. لكن في هذا الزمان المتقدم جدا، والذي كان المتأخر يعني المتقدم يعني قديما جدا، كانوا لا يملكون أبدا لا جهازا لكشف الكذب ولا كذا، كل ما كانوا يملكونه يعني بعض الإبل والغنم، والمحظوظ كان يملك فرس يركبه. في النهاية فلان صدوق وفلان كذا وفلان كذا، يعني كل هذا الكلام وكل المصنفات التي كتبت فيه كما قلت لك كلها يعني لا تساوي شيئا بالنسبة لنا. فأي مسلم يأتي يحتج بحديث أصلا يقول صادق أمين مش صادق أمين، أي مسلم يأتي يحتج بهذا بحديث مبني على هذا العلم وهذا الأسلوب العقيم في التوثيق، كل هذه الحاجات مرفوضة تماما. يعني يتكرم فيأخذها ويضعها في جيبه يعني، وإن كان يود أن يقرأ البخاري ومسلم القرآن فليقرأه في زاوية ما في مكان ما دون أن نسمعه، لأننا لا نحب الضوضاء. بكل تأكيد أحمد، بكل تأكيد، يعني مثل ما قلت علم بسموه علم، يعني للأسف الشديد هالوراء هذا اللي أنفقوا أوقاتهم، يعني مجلدات كتبت، يعني شوف حديث البخاري ولا مسلم ولا بطيخي، يا رجل إذا بدك تصفهم كلياتهم بيعبوا شوارع بكاملة. طيب منين جابوا هالوقت هذا اللي كتب كل هالوراء هذا وبسموه علم؟ لك اي علم عن اي علم عم تقرا؟ هل هالهوراء بسموه علم؟ احمد بس بدي بشانها بهالناحيه اي تفصيله هيك، اذا تحكي لي عن حديث المعاريض، شو هو حديث المعاريض؟ نشرح على الشباب اللي عم تابعنا، تفضل. يعني المعاريض هي احتيال على الكذب، يحرم الإسلام ظاهريا الكذب، وطبعا يعني يستخدم يحلل أسلوب ما في التعامل مع الأعداء ومع الأشخاص الذين نود أن نكذب عليهم لمصلحة ما. هناك رخص بالكذب معينة يعني، فيلجؤون أولا للمعاريض، يعني بدلا من أن تكذب مباشرة تكذب بطريقة يعني تكذب في نفسك، يعني مثلا هل هذا الكوب لك؟ مثلا أنت تقول إنه لي، ولكن تقصد في نفسك أن كوبا آخر غير هذا الكوب الذي يشير إليه، فتقول الكوب لي، وهو يقول لك هل هذا الكوب لك؟ فأنت تقول له نعم الكوب لي، وأنت تقصد في ذاتك أن كوبا آخر هو الذي لك، فهمني؟ فهذه هي المعاريض. بالضبط. انا بس بدي اشرح شوي، احكي في الحيواني هذا اللي حكى قصة عن ابن حنبل، هذا ابن بطيخ، انه يعني شوف الكذب كيف الاسلام ترخيص الكذب، يعني هذا دين، اذا ما كان دين الشر دين الشيطان لا يرخص بالكذب. واحد مدين شخص ثاني مصاري فلوس، بده يطالب بمصراته، يعني زلمه انا دينتك فلوس كفرت يعني، فالمهم رايح يطالبه بمصاري، الزلمه عرفان انه بده يجي لعنده، راح له على الجامع محل بقى احمد بن حنبل موجود، قال له يا شيخنا احمد بن بطيخ انقذني، في واحد دينت منه مصاري ما معي اعطيه وبده مصراته، قال له ادخل لجوا. قام اجى الزلمه على الجامع سال، طلع له احمد بن حنبل، ابن حنبل شلون طلع من القصة؟ يعني فهلوي الزلمة، طبعا كله على الشريعة الإسلامية على قولة العرصة وجد غنيم، كله بالشريعة. فقال له فتح كفه، قال هداك سأل على صاحب اللي أخذ منه مصاري، قال له فلان هون، قال له فلان هون، وقصده انه فلان بايده، طبعا ما هو بايده، اكيد ما هو بايده، هو بالمسجد جوا، هذا يقصد ابن حنبل. فالزلمه ايش فهم؟ انه زلمه جليل وشيخ، فما معقول يعني يكذب، ففهم انه هل ابن هل الشخص هذا موجود بالجمع؟ قال فهم انه لا. يعني شوفوا اللف والدوران. وعلى كل حال في فيديوهات للشيخ حسان والشيخ الحويني، روحوا شوفوها، وحديث المعاريض بس حطه بجوجل او باليوتيوب، حديث المعاريض للشيخ الحويني ولا ولا حسان ولا شيخ يعفور ولا كل هالبهائم هدول، بيشرحوا لكم اياه بشرح مفصل كيف تكذب يعني. وغير في حديث اخر انه يمكنك الكذب في ثلاث، تصلح بين الناس، الكذب على زوجتك، كذب الحرب، وكذب يعني دين قائم على كذب. هذه أخلاق محمد،
هذه واحدة من أخلاق محمد. بدي يعني بصراحة نحن لسه ما دخلنا القرآن أخي أحمد، طبعا أخوانا أحمد بعد 5 دقائق ضعيفنا، راح بس ناخذ منه تفصيلي عن حديث زلمة محمد كان قاعد بين أصحابه، قام عدت وحدة اشتهاها. يعني شوفوا الأخلاق العالية، شوفوا العفة، مثل ما قال هذا الحمار هذا اللي كاتب عن محمد كان في قمة العفة، شوفوا العفة، اسمعوا العفة يا شباب. قاعد مع أصحابه، قام عدت وحدة شافها عجبه اشتهاها، ايه ولعت معه الحكاية الزلمة، قام عاف أصحابه وراح لعند وحدة من زوجاته نكحها عمل شغلته ورجع لهم. قالوا له يا رسول الله رأيناك فعلت كذا، قال والله فعدت فلانة، لا وسماها عدت فلانة وتحركت الحكاية معي، فرحت نكحت واحدة من أم المؤمنين، أمهات المؤمنين يعني أمهاتكم يا مؤمنين، ونكح واحدة من أمهاتكم ورجع. وهكذا افعلوا. لكن المشكلة في آخر الحديث يقول فإن مرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان، يعني ليس هناك مشكله ان ينكح ما شاء من امهات المؤمنين، يعني هي المشكله نفسها هو اصلا ان يكون الرجل له قطيع من النساء، هذه مشكله، لكن هذا يعني دي مشكله مستقله. لكن المشكله في هذا الحديث تحديدا هي انه قال ان المراه تاتي تقبل في سوره شيطان وتدبر في سوره شيطان، فكان المراه يعني فكان الرجل يعني هائج دائما وشابق طول الوقت، واي امراه تغريه وليس هذا فحسب، ولكن له يرجع الخطأ على المرأة نفسها مع أنها كانت محجبة يعني. فهذا الشيطان المحجب يثير محمد للأسف الشديد. بالضبط. أنا بس يعني هون في نقاط كثيرة بهالحديث أحمد، صح يعني وصف المرأة بالشيطان وأنها يعني وجعل الرجل كأنه وحش يعني مترصد أي امرأة أي أنثى مع أنه محجبة على الشريعة مسلمة هي أكيد يعني، ف يعني في أي لحظة ممكن يقوم وينط على المرأة يعني. فالحديث هذا فيه 50,000 علة بعلة يعني، ما عدا أنه عنده قطيع من النساء، ما عدا أنه ترك أصحابه في يعني معقول الواحد قاعد بين أصحابه يعيفهم ويمشي وبشان يقضي شهوته؟ شو يا هذا حيوان هذا، ما بقدر معقول إذا كان شابقا جدا مثل محمد لأدي ماذا كان يأكل هذا الرجل؟ بالضبط يعني معقول يعني هلا يكون انا قاعد مع احمد ورياض وهالشباب الحلوه قاعد هيك وعدت وحده والله عجبتني اعيف رفقاتي والله اروح شو بدي امارس الجنس مع احدى زوجاتي بعدين ارجع لكم؟ لا، والاوقح من هيك انه انا فعلت هيك بتقول لهم وهكذا افعلوا، يعني كونوا بهالوساخه هي، يعني ما تهتم لاصدقائك، ما تهتم المهم اذا قامت معك الحكايه كيف واحد يوصف أحمد كيف؟ الصوت عندك الكتم، فأنت بتسأل كيف واحد يوصف هذا؟ يعني هذا رجل وغد يعني، الوصف لائق به وغد، كلمة من حرفين يعني وغد. وهذا التراث الذي تركه لنا نحن نكتوي بناري، والمجتمعات تتوحش بسببه، المجتمعات متوحشة، أصبحت متوحشة بسببه، الكبت والأمراض النفسية والعقد النفسية التي لا تنفصم أبدا، والتي لا يمكن أن حتى يقضي عليها الزمن نفسه، والتي نعاني منها حتى بعد ما نترك هذا الدين، وكل هذا بإضافة إلى أسوأ الخطايا في العالم وهي الجهل. بالنسبة لي الخطيئة الكبرى التي ممكن أن يرتكب الإنسان في حق نفسه وفي حق الآخرين هو أن يكون جاهلا وأن لا يسعى إلى التعلم. الدين يسفه العلوم تسفيها كبيرا وينسب الفضل كله والشرف للعلم الشرعي، ما يسمى بالعلم الشرعي، أي أننا يجب أن ندرس هذا الهراء المسمى بعلم الحديث مثلا، أو هذا الهراء المسمى بعلوم القرآن، وهي علوم يعني مرادفة تماما لعلوم القراء، يعني كأنك ولا علوم القراء مهمة أكثر يعني، لأنها تعتمد على تحاليل وأشياء علمية. لكن هذا الكلام
كله لا قيمة له، ونضيع فيه تضيع فيه الأعمار، ونترك في الآخر المجتمعات جاهلة تكتوي بنار الجهل. ولا شيء أسوأ من الجهل، لا شيء أسوأ من الجهل. شكرا احمد. احمد انا بعرف انت تعبان ومريض، وعدناك نص ساعة ونص ساعة، يعني انا بتمنى صحتك ترجع بسرعة مثل ما بقولوا، وتكون معنا على طول الخط. بتشكرك كثير، ويعني التقيك في حلقات قادمة. لك وشكرا لساعة صبركم، وشكرا لمشاهديك الكرام جان، ونلتقي بكم من هذا المنبر مرارا. ويعني هذا ليس آخر اللقاء، ولن يكون يعني آخر لقاء أبدا حتى أموت. حبيبنا أحمد، حبيبنا أحمد، وطبعا أنا برفع راسي فيك صديق، ولا تأبه لهالصيصان اللي يقاقون. هم الصيصان ما بيقاقوا إلا على الإنسان الناجح أولا، والإنسان النقي، والإنسان اللي متفوق عليهم، واللي هن ما قدروا يساووه أصلا، وما قدروا ينطقوا فيه، وما وصلوا لربع جرأة أحمد حطان. فلا تهتم لهالصيصان هذول، وأنا متأكد كلهم ينظرون لك، وكل أنا يضايقني أكثر مش شيء في هذا الموضوع جان، أن الأمر لا يتعلق بي وحدي، يعني كان يتعلق بأهلي السابقين. يعني كنت متزوجا، أنا انفصلت عن زوجتي يعني منذ مارس الماضي، ولكن هذا الرجل لا ما يفتأ يهاجمني يهاجم زوجتي في يعني في شرفنا يعني. وأنا لا أدري لماذا يعني تحديدا يصممون إيذائي في التي كانت زوجتي. يعني انا حتى نحن انفصلنا يعني وحتى وانا لن اتزوج مرة اخرى، انا تعبت من كثرة ما استهدف الناس زوجتي يعني بالحديث السيء والتطاول والتحرش اللفظي والتحرش الجنسي. زوجتي عانت كثيرا جدا جدا، ويعني وذاقت الامرين لما كنا في نقطة الشرطة تحرشوا بها امامي اذلالا لي ولها فقط لاننا ملحدين. لم استطع، كنت مكتوف اليدين، لم استطع حتى الدفاع عنها، كنت مكبلا مقيدا، كانوا يضربونني وكانوا يضربونها وفي بطنها، وكانت يعني حاملا واجهضت. ليس هناك اي واحد من الذين يهاجمون زوجتي هذه السابقه الان ويهاجمونني يستطيع ان يقف بشجاعه كما وقفت هي امام ضابط الشرطه وقالت له انا لست مسلمه ولا يشرفني اكون مسلمه. قالت بالمصري بباد مصر، قال انت مسلمه؟ قالت له انا مش مسلمه وما يشرفنيش ان انا ابقى مسلمه، قالت له كده. فمفيش ولا واحد من الجرذان دولت ولا دي كان يجرؤ ان يقف امام الضابط ويقول هذه الكلمه، لم يفعل. هذا الرجل الذي يسمونه شوبان، هذا الذي يدعي الثقافه والعلم، في حلقه دريم التي خرجت اتحدث فيها عن الالحاد، رشحوا لي بعض الاصدقاء الذين كانوا يعني يظنون انه يعني رجل مثقف وما الى ذلك. انا اتصلت به وقلت له اخرج بدلا مني وتحدث، واعطاني الكلمه واتفقت مع اعداد البرنامج على انه هو الذي كان سيتحدث، لكن في اللحظه المناسبه اختفى، اغلق تليفونه واختفى، خاف ان يخرج ليقول ما قلته انا مع سالم عبد الجليل على الهواء. هو يحقد ولاجل انه يحقد على ما ظنه يعني حبا لي من قبل الناس، قرر ان يواجه ضربته لا ليس لي ولكن لزوجتي. يعني لا، انا اخلاق ملحد اخلاقي جدا وغيور جدا على اهلي، وكانت يعني غيور، واحتفظت بالغيره الشديده عليهم. وايضا زوجتي حتى هذه لم تعد زوجتي لي حتى تهاجمها، يعني اكتفي بهاجمني انا، يعني هاجمني انا، وانا لن اتزوج مره اخرى حتى لا تكون مرة أخرى، حتى لا يكون لي أيضا نقطة ضعف أو شيء بهذه الطريقة. يعني أنا سئمت من كثر الاعتداءات علينا، يعني سئمت. هم بصراحة لا يعبرون إلا عن أخلاقهم، يعني ما في غير الوضيع اللي يهاجم بشرف الإنسان. وطبعا نحن كلنا شرقيين، يعني فبنعرف الوجع لما الإنسان يهاجمك بشرفك، وهن قليلين شرف، لو هن فيهم شرف أصلا ما كانوا هاجموا الأشخاص بشرفهم. شرقي يا جان واخلاقي يعني ايضا. لا يعني انا لا اقر الخيانه الزوجيه ابدا، ولا اقر ولا استطيع، يعني لا اتقبل ولا استطيع ان اتقبل هذه العلاقات المفتوحه مثلا او هذه الامور. انا انسان احترم الزواج واقدسه جدا حتى بعد ما تركت الاسلام واصبحت ملحدا. اذا ما اتفق الانسان مع امراه ما على انهما سيبنيان بيتا واحدا ويقيمان اسره، فهذا المكان مقدس لا يجب أبدا أن يمس، ويجب أن تكون الحياة مستقرة، ويجب أن يكون الإنسان
يعني محبا لزوجته ولا يرى غيرها، لكي يعني يعيش الانسان حياه جميله. واعتقد ان الانسان اذا نظر الى غير زوجته و يعني و و و و و وتوسع في العلاقات وما الى ذلك، انا لا استطيع ان اقوم بهذا، ولا اعتقد ان هذا الشخص يكون جيدا. يعني لا استطيع ان اقول انه انسان جيد. يعني الانسان الجيد يكتفي ببيته واسرته، يحنو على اولاده ان كان له اولاد، يهتم بهم، يربيهم، يعيش مع زوجته حياه جيده، يتفنن في انجاح هذه العلاقه حتى اخر لحظه في حياته. يعني بكل تأكيد، بكل تأكيد أحمد، أنا بشكرك، ويعني الندل هذا، شومان هذا بصراحة، القازورة هذا ما بعرف كيف يعني، واللي بده يهاجم بيهاجم الإنسان بفكره، بيهاجم الإنسان، هاجم فكر أحمد حرقان، هاجم ما يقول أحمد حرقان. أنا لا أعرفه جان، يعني لم ألتقي به في حياتي أبدا. المرة الوحيدة التي كلمته فيها حين اقترحوا علي شباب، قالوا في هناك رجل يكتب على الفيسبوك وهو متكلم وشجاع ويستطيع أن يتحدث في التلفزيون. يعني فأنا قلت له، يعني كان هذا أول لقاء تلفزيوني لي، ولم أكن أدري ما هل سأوفق فيه أم لا. فقلت أنا يعني أقدمه وهو يتحدث للناس أفضل، ثم إنه أكبر مني سنا، فسيكون يعني ربما هذا يعني يجعل الكلام أكثر قبولا لدى المشاهد. ولكنه وإن كان أعطى الناس كلمته بأنه سوف يأتي إلى الاستوديو في الوقت المناسب لم يأتي، وكان هذه آخر عهدي بهذه الشخصية التي لا أعرفها ولم ألتقيها، ولم يلتقي زوجتي، ولا يعرف أي من أصدقائي المقربين. فكيف أصلا يعني ما هذه الخيالات المريضة التي يبثها على الناس؟ ما هذا الكلام الذي من أين له بهذا الهراء الذي يقوله؟ يعني من أين له بهذه التهم؟ يعني ما هي الأدلة؟ هل يعرفني؟ هل قابلني مرة؟ هل قابل أحد من أصدقائي؟ أو يعني أنا بصراحة هيك ناس، أنا ما أقول إلا أنه واحد صلعمي قذر أخذ أخلاق النبي محمد ويطبقها على أرض الواقع يعني. أنا أعرف أن شومان ليس ملحدا، وأعرف أنه رجل مختل، يعني شخصية مضطربة هستيرية، والأطباء النفسيين يعرفون هذه الشخصية ويعرفون سماتها، وأنه يعني دائما يمارس الإسقاط ويسقط أمراضه على الناس ويمارس الكذب والتضليل وما إلى ذلك. وأعرف أنه دخل الوسط الحادي كي يعني ظن أنه مخور كبير مثلا، وظن أنه سوف يفجر، وصدم لما وجد الملحدات أخلاقيات. هو شخصيا حاول في الرسائل عبر فيسبوك أن يتقرب من زوجته، وجه لها رسائل كثيرة غير لائقة، ولما صدته أعتقد أنه قام بهذه الحملة. يعني ثم انه حتى بعد ما طلقت زوجتي في مارس ارسل لها معتذرا وقال ان ضميري يؤنبني بسبب ما قلته في حقه. وهي ساعتها قالت انه ارسلت لي رساله وقالت انه يعني استغل فرصه الطلاق، فانه يتقرب ايضا اليها مره اخرى. هذا الشخص ليس، لا انا لا لا اعني هذا، يعني هذا الشخص لا يعنيني، ولا لا اعني بكلامي ولا اوجهه له. يعني انا حزين فقط من اجل هؤلاء الناس الملتفين حوله، والذين يعني ويظنون انه ملحد وانه مفكرا، ويعني يعني يصدمني ما يكتبون، ويصدمني تصديقهم له، وكأنه قدم لهم أدلة دامغة مثلا، وكأنه قال كلاما يمكن سماعه أو إقراره. أين النخوة؟ يعني أين الشهامة؟ يعني أين الشهامة؟ يعني هل ستجد إنسان بريء في موقف مثل هذا وتسكت أو تجامل أو تضحك أو تصدق كالأبله بدون أن تبحث عن دليل؟ أين الشهامة؟ أين أنت؟ أين عقلك؟ يعني بكل تأكيد أحمد، بكل تأكيد، يعني بصراحة يعني ما هن الوحيدين. انا هذا الشيء اللي يزعجني بصراحه، انه الشباب اللي مسمين حالهم ملحدين، طيب بدون ما يبحثوا عن اي شيء بيرقدوا ورا هراء، يعني مثل ما صار بالحمله هي ضد البرنامج. يعني كم شخصيه وهميه، اكونتات وهميه بصلاعنه داخلين باكونتات وهميه، اكونتات ملحده، وكم من الملحدين للاسف واصدقاء. يعني طب يعني كيف انت متابع وصديق وبتعرف وحاكين سوا وراح يطل لي لايك؟ يعني ما بتفكروا لما بتشوفوا المنشور هذا؟ واحد يفكر يا جماعه قبل ما يحط لايك ولا يسوي شير، يعرف شو مكتوب اصلا يعني، ولا بس المهم بنحط لايك ونشير وهالحكي الفاضي هذا؟ يعني اين عقولنا يعني؟ على كل احمد، انا ما بدي اتعبك معنا اكثر من هيك، شكرا كثير لك حبيبي، واكيد رح نلتقيك في حلقات قادمه، وممكن تحكي بدك اياه، وانا بعرف انك تعبان
ومريض، فبشان هيك أقدر وضعك يعني. شكرا كثير لك. جزيلا جان، شكرا لسعد صبر مشاهدي، شكرا لك. شكرا حبيبي، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. طب أصدقائي، أنا بدي نشوف المقال اللي انكتب ضد البرنامج اليوم. صراحة أنا دقيقة واحدة أطالع وأقرأ المقال ونشوفه سوا، على كل حال نشوفه على الشاشة سوا. يعني ما بعرف ليش الناس هاي، يعني أقل شيء منهم مختلة، مختلة يعني أكثر من هيك ما في. كل نهارين ثلاثة بطلع لنا صلعمي أو صلعوم جديد بده يهاجم ويهاجم. شو وسط يعني؟ ما في غير برنامج الجهر بالإلحاد، ما في غير الجهر بالإلحاد، صفحة الجهر بالإلحاد. يعني ما برامج كثيرة، برامج خصوصا برامج الـ يعني البرامج الإلحادية يعني كثيرة وكثرت. يعني ليش بالضبط يعني؟ طيب خلونا أساوي شير للسكرين ونشوف المقالة سوا ونقراها سوا. هاي المقالة هون، في عم كاتبة هبة النادي تكتب: قف ضد الجهر بالإلحاد. هاي الشخصية عم تبتسم كمان على 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 خيبته. الذي دفعني اليوم للكتابة عن الإلحاد بمعناه الواسع هو رفض الاعتقاد أو الإيمان بوجود الإله، مع يقيني أنه ضد الفطرة. يعني رفض الإيمان والوجود الإله هي ضد الفطرة. يعني الفطرة، الولد بيجي، الولد بيطلع من بطن أمه مؤمن، بيقول لا إله إلا الله، ما في، بيعرف إنه في الله. شوف الحكي، يعني كل جملة لازم وأنه ظاهرة وفقاعة ستزول بزوال سببها. شو الأسباب هي راح تذكره أكيد. يعني بداية دعونا نتفق جميعا على أنه لا إكراه في الدين. سلام، يا سلام، هلا راح نشوف لا إكراه في الدين. فقد قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. البقرة 256. جيبينا كمان شوي من صورة العجل ولا صورة التور ولا صورة الجحش، كمان حيوانات. فلم يكره الله ولا رسوله أحدا على دخول فيه. يا السلام، لم يكره أحدا، بس قال يعني قاتلوا حتى يؤمنوا، حتى يكون الدين كله لله ولبطيخه. قال تعالى، قال روح متعالى: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هي يونس 99. وقال تعالى: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الولد ولذلك خلقهم. يا السلام، سورة هود 117. ولم يمنعنا الإسلام من التفكير في الدين، بس قال لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم. قال يعني شوف الوضاع، يعني الندالة لأي درجة. لم يمنعهم الإسلام من التفكير، بس قال لهم يعني هو بس قال لهم أنه إذا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم. فقد جاء في أكثر من آية في القرآن أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا سلام، كلكم مفكرين مسلمين، كلهم عباقرة، ولا من توجيه الأسئلة عما نجهل. ففي كتابه العزيز قال: وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أي البقرة 30. فسؤال الملائكة هنا ليس كما يفعل الملحدين الذين يسألون نفس الأسئلة فتدفعهم للإلحاد. لماذا قد يخلق الله البشر على الأرض؟ لينشر فيها الفساد ويرق فيها الدماء لتكون أكثر المخلوقات إجرامية على وجه الأرض، في حين كان في إمكانه الاحتفاظ بالمخلوقات المسالمة التي تمجده وتعبده ولن تكون بأي درجة أكثر إجرامية مما قد يكون الإنسان. إيه طيب، يعني تعرف هالشيء، تفضلي.
فعن أبي عباس وأبي مسعود أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، فسؤالهم الاستعلام واستكشاف عن الحكمة. فتقول الملائكة يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أنهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك. حوار الملائكة كان سببا في إسلام جيفري لانج قائلا إن أسلوب كتابة القرآن أسلوب فريد، فقد اعتمد على أسلوب الحوار. يا سلام يا سلام على الحوار الموجود في القرآن، يا سلام على الحوار الموجود في القرآن. وتسلسل الآيات يدفعك للتعجب والسؤال، ومن ثم تجد الإجابة بعد أسطر قليلة، يعني مثل وانكحوا إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا. يعني شوف التسلسل الحلو والجميل والتناغم بين آيات القرآن. يعني فكان كل ما يعرفه خلال ومن ثم تجد الإجابة بعد أسطر، ليكتشف لأول مرة سبب وجوده على الأرض. يعني قرأ القرآن صار واكتشف سبب وجوده من حوار الله مع الملائكة والشيطان عن جعل آدم خليفة الأرض. فكان كل ما يعرفه خلال المسيحية أن وجود الإنسان هو مثابة عقاب له لتطهير من آثامه التي ولد محملا بها. فالحوار بمثابة منارة له للتعرف على الإسلام. دين الحوار يا جماعة، أسلموا أسلموا. جيفيري يقول أنا لم أترك المسيحية من أجل الدخول في الإسلام، بل تركت الإلحاد لأصبح مسلما. اسمعوا يا ملحدين، ترك الإلحاد لحتى يصير مسلم. فيتضح هنا أن الإسلام لم يكره أحدا على دخوله، لذا كان لابد من التشديد على من يريد الخروج منه ليعلم جميع قوة هذا الدين، وأنه لا يقوم إلا على العقيدة والإيمان، فهذا فهما أساسا وجود الدين. لذا لن نسمح، شوفوا كان أول شيء بالبداية لا إكراه في الدين، هاي العورة هبة أفندي كان لا إكراه في الدين، هلا نسمع التهديد بقى. لذا لن نسمح لأحد أن ينال من الدين، وحينما نرى الجهر علنا بالردة في جماعة تسمى الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. الجهر بالسوء في نظر الإسلام هو جريمة كبرى، يعني الجهر بالإلحاد نحن جريمة كبرى. لذلك بشان هيك كان يعني بالبداية لا إكراه في الدين، وهلا شايفين لن نسمح. لك طز فيك وفي نبيك العرصة إن سمحتي، وإن ما سمحتي يا شو بدي أسميك، بدي أقول لك خرية أنت ونبيك. وإن كنتوا بالفعل قادرين أقفون عن حدنا لن نسمح. الجهر بالسوء في نظر الإسلام هو جريمة كبرى. نحن عم نجهر بالسوء، عم نقول لك الحمار ما بطير يا فهمانة، هذا جهر بالسوء. عم نقول لك تقطيع الأيادي ما بيجوز، ما بيجوز نسميك عورة، أنت إنساني، هذا السوء، ما هيك؟ على كل، على كل. وين وصلنا؟ لأن خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوي، لأنه كفر بعد إسلام. يعني خطر على شخصية المجتمع، تصوروا خطر على شخصية المجتمع المنحطة اللي كله نصب واحتيال وكذب، وكل أمراض البشرية موجودة في هالمجتمع النجس هذا، هذا خطر عليه. يعني نحن لما بنقول لهم معريض وأخلاق محمد لما تجوز تسعة بنت عمرها 9 سنين وفاخذها لما كان عمرها 6، هذا كله خطر. يعني هذا كله أشياء جيدة ونحن عم نساوي الأشياء القبيحة. على كل، وكيانه المعنوي لأنه كفر بعد إسلام وترك الحق بعد معرفته، ومن فعل ذلك فهو عضو فاسد يجب بتره. شوف مع النجاسة بتره وتخليص المجتمع من مفاسده. فالدين هو الأساس، أما الإلحاد هو إلا عرض طارئ وأمراض متطفلة.
يعني لم لو لم تكوني أنت عرض ومرض وكلها لمك يعني ما كان شفنا مجتمعاتنا التافية هاي وصلت لهالمرحلة من الانحطاط. ومن هنا أناشد كل المتخصصين باقتحام ما يسمى الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. كيف يعني عندك تقتحمي؟ يعني في عندك مخابرات؟ يعني أنتم متعودين على الاقتحام، مسألة الاقتحام شوفوا على الألفاظ المصطلحات الجهادية اقتحام، والرد عليهم في كل جزئية. وعلى أساس نحن قاعدين، نحن برنامج الجهر بالإلحاد ولا صفحة الجهر بالإلحاد، نحن نعطي فرصة للناس إنه تقول نحن ملحدين وتطرح أفكارها. يعني نحن ما عندنا أفكار عم نطرحها، ما عندنا نظريات، ما عندنا شيء، نحن عم نفتح المجال للناس تحكي. هي القصة. أنا ماني رجل مثقف، أنا إنسان عادي، أنا ما أملك غير الشهادة الابتدائي. أنا أعطي للناس أشوف أفرج المجتمع في شريحة اسمها الملحدين، تعوا يا ملحدين تكلموا وقولوا أفكاركم. الناس عم تحكي، يعني كيف بدها ترد على الجهر بالإلحاد، يعني ما يسمى باقتحام والرد عليهم في كل جزئية. ولا نقف مكتوفي الأيدي، نمصمص الشفاه على جيل نحن نمصمص الشفاه على جيل نحن سبب في ضياعه، ضياعه ما هيك أكثر من هالضياع الموجود يا 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 فهمانة، أكثر من هالضياع. يعني شو الضياع برأيك؟ يعني أكثر من هالضياع الناس عم تقتل بعضها بالشوارع، أكثر من هالضياع هذا اللي سببه الإسلام، سببه هالقرآن النجس هذا. في نمصمص الشفاه على جيل نحن سبب في ضياعه، نبعد عن التشدد ونحاول علاج الملحدين. يا السلام، بالرقية، تعالجونا بالرقية. فهم مرضى تحت مسمى أزمة الانتماء الديني. نحن مرضى، يعني اللي بيؤمن أن الحمار بيطير هو الصح، ونحن اللي بنؤمن بالعلم مرضى نفسيين. يفضل علاجهم نفسيا. فأغلب الملحدين شديدي الذكاء لدرجة أنه يوهمك أحيانا بأنه ليس للظروف المحيطة به سبب في كفره، ولكن مع السؤال عنه وعن الأسرة التي تربى فيها تجد أن بها خللا، ثم يتم مواجهته بالحجة وتزال عنهم الشبهة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العجل 217، قصدي البقرة سوري. وفي الحديث الشريف أمر مباشرة من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. شكرا لك. من بدل دينه فاقتلوه، أنت بدأت في لا إكراه في الدين، وانتهيت من بدل دينه فاقتلوه. شوفوا يا شباب، هذا هو الإسلام. بدأنا لا إكراه في الدين والسوفت، بعدين أمراض، وبعدين من بدل دينه فاقتلوه. إن كنتم رجال تعالوا اقتلوا، إن كنتم رجال، والطز فيكم في دينكم وفي لحية نبيكم محمد العرصة، العرصة الكبير محمد نبيكم. على كل أصدقائي، أنا راح أفتح سكايب ويظهر سكايب بده يعمل لي مشكلة. أول شيء سكايب أنا راح أفتح السكايب وأتمنى اتصالاتكم، وراح أشوف شوية التعليقات، وبتمنى ما أشوف الشتائم. يعني أنا أتمنى ما أشوف الشتائم حتى لا أستفز يعني وأشتم نبيكم مرة أخرى. يعني أنا ما راح أشتم غير نبيكم، اشتمونا كما تشاءون، لكن سأشتم نبيكم في حال شفت أي شتائم. يعني أتمنى سكايب ما يخجلنا. طبعا أنا كنت متوقع يجي الدكتور جورج معنا، نبي جلدة الحنفية، بأبي هو وأمي، ولكن يظهر مشغول. لا تخجلونا يا جماعة، يا سكايب ما تخجلناش بقى،
يظهر سكاي بده يخرجنا يا شب. اسف اسف، انا الغلطان. طيب أصدقائي، أنا فتحت سكايب وبتمنى طبعا تتصلوا فينا وندردش بموضوع أخلاق محمد وموضوع مواضيع كثيرة بصراحة، يعني انطرحت رد على العورة اللي كتبت لنا، هالتفاهات هي بدها تواجه، بدأت لكم دينكم ولي دين وانتهت بمن بدل دينه فاقتلوه. على كل، بس بدي افتح اليوتيوب واشوف التعليقات. انا اتمنى مشاركاتكم طبعا. لحظه، اليوتيوب طيب. جانو حبيبنا، جانو اسمعك. جانو جون اسف. اهلا حبيبي جانو، اهلا وسهلا، يا ريت علي صوتك. انا طارق من اسبانيا. طارق انا بصراحه يعني اسف كثير طارق، يعني المكتوب عندي جون، فمباشر مخي بيشتغل على جون يعني. ولا يهمك، الاسم ليس مهم. صحيح، اكيد يعني نبي الاسلام، يعني لو حكيت يعني تعاليم نبي الاسلام وحياة نبي الإسلام على مسلم، لكن دون أن تقول له أن هذا هو محمد، فقال لك أنه رجل شرير. بالضبط. لنأخذ مثلا حياة محمد ونبدأ في رؤية ماذا فعل وما هي تعاليمه. تجد أن هذا الرجل اغتال أناسا لم يؤذوه، فقط كانوا معارضين سياسيين، ربما هاجوا شعرا، لكن هذا لا يجعل انهم يستحقون الموت، مثل ام كرفة ومثل المرأة التي ارسل ذلك الاعمى والذي قتلها بين اولادها، والذي قال عنها انه لا يتناطح عنها عنزان. كعب بن اشرف اظن. لا سوري، امرأة عمياء قتلها اعمى. تفضل. الاعمى هو الذي قتل صح. المرأة ويعني نحى ربيعها عن ثديها وغرز، يعني غرز سيفه. صح، اسف. جسم اسمها اغتال شيوخ اجبناء، اغتال نساء، عذب الناس، يعني زوج صفيه ارسل علي واحرقه بالنار يدل على كنز اليهود، واختصرها بعد ليله او ليلتين بعد ان قتل. هذا يسمى تعريق، يعني تطهير عرقي اليوم، يعني أخذ قبيلة قتلها عن بكرة أبيها بما فيهم الأطفال، كان يعري عن العانة، يعني الطفل يمكن أن ينبت في سن 11 أو 12 سنة. كل هؤلاء قتلوا، وحتى ال 16 17 18 سنة أطفال، يعني شو يعني 16 17 18 سنة طفل لسه بيكون 17 18 سنة طفل. في السعودية اليوم هناك أطفال في السجون، يعني وركب عليهم إعدام، أطفال من 19 سنة للأسف الشديد. يا وهناك في اليمن قتلوا طفل تحت 18 سنة، حكموا عليه بالإعدام للردة. يعني حياة محمد كلها تقطر رديدة، يعني رديدة، ليس بأخلاق اليوم، بأخلاق كل الأزمنة. يعني هذا الشخص هو شخص يعني ذو أخلاق سيئة. بأخلاق اليوم، هي عائشة نفسها قالت له رأيت امها يسارع لك في هواء. بالضبط. ماذا يعني هذا الرجل؟ كلما اراد ان ينيك واحدة ينزل لنفسه آية تفتح له باب، انزل قوانين
وهو اول ما خالفها في الزواج في كل شيء، وهو اول ما خالف. هذا الرجل كان يبحث فقط يبحث عن مصالحه الخاصه، يعني يجد مخرجا من نزواته ويسيطر على الناس. وهذا الرجل لم يؤمن بها احد. هذه المقال الذي قراته الان، هذه المراه التي تخرف، كانت تخرف من عمل بالنبي. النبي عندما كان يدعو لم يؤمن به اكثر من 70 شخصا، وكلهم من الخدم والعبيد والمستضعفين. عندما كان في مكه، مكه امنت بمحمد، مكه لم تؤمن بمحمد، مكه هاجمها وحصرها وقتل اهلها وامنت رغم انفها بمحمد. صحيح. يوم مكه نفسها لم تؤمن بمحمد. المهم لن اطيل لانني اعرف نفسي ولا يهمك ولا يهمك. شكرا لك جان، وعلى سلامة أحمد. يعني رأيت أنه كان مريضا. شكرا مريض. شكرا لك بالفعل. كان تعبان الأخ أحمد، كان تعبان يعني. شكرا لك عزيزي جان. العفو العفو حبيبي طارق، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك طارق، يسلم. طبعا أصدقائي، أنا بس بدي أدخل على اليوتيوب ونشوف بعض التعليقات الجميلة من أصدقائنا، لنبلش من البداية. واحد كاتب لي وش السالفة؟ والله ما أعرف السالفة يا خوي، منين أجيب أعرف السالفة؟ الأخ نو نيد تو كاتب أخ أو أخت، نعم سوف نجهر ونجهر ونجهر، بكل تأكيد سوف نجهر ولن نتوقف عن الجهر، واللي بيطلع بإيدكم يا صلاعي ما يسووه بإجركم، وأعلى ما في خيلكم اركبوه، إن كنتم رجال وإن كنتم من هذا محمد العديم الأخلاق هذا أوقفونا. على كل طيب، طبعا يوسف يشجع اخونا احمد حرقان ويقول انه اللي يهاجموه لانك ناجح هذا هو السبب الوحيد اللي يهاجموه. وبالفعل يعني الاخ احمد حرقان شجاع، اشجع من اشجع ملحد انا شفته بصراحه، اشجع ملحد قابلته، يعني شخصيه رائعه. انا لم اجد انقى من احمد حرقان بصراحه. انا يعني صديق، افتخر بصداقته، افتخر الى ابعد الحدود بصداقه اخوي احمد. يعني ما بعرف الناس الاندال هذول اللي بيسمحوا لنفسهم انه يحكوا كلمه صغيره على احمد. يا اندال اعطونا يعني فرجونا شغله بس قام فيها احمد، يعني غير جيده، بس شغله واحده، فرجونا شغله واحده قام فيها احمد غير جيده. واللي يستهدف شرف الناس، لانه عديم شرف، هو عديم شرف، أهله ربوه على عدم الشرف، مشان هيك قليل تربية. يعني لو 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 مهما كان، إذا أحمد حرقان شخصية عامة، يعني أحمد لما يطرح فكر هو طرح فكر إلحادي، فما طرح والله فكر ما بعرف شو بدي أسميه. يعني شفت مرة منشور لأحمد حرقان يتكلم عن امرأة ولا يتكلم بالسكس ولا بالجنس ولا بيلبس هيك، يعني لو لم تكن ندل من ظهر الأندال ما كان تكلمت كلمة صغيرة على أحمد. زينجا عم بيقول لا إكراها، فقط نقطع عنقك. يعني ما في إكراه في الدين، فقط نقطع عنقك بكل تأكيد. يعني بكل تأكيد، يعني هذا بدأت المخلوقة هاي لا إكراها في الدين، وبعدين ختمت من بدل دينه فاقتلوه، وتورد المصادر يعني بصحيح البخاري. وواحد عامل لي، أول واحد يعمل ديسلايك، برافو برافو، عمل ديسلايك قد ما بدك يعني، بس لن نتوقف نحن. كما قال لا تسألوا عن أشياء تفتح عقولكم أخ فريمان. بالضبط بالضبط.
هذا خالد العربي، انت بالفعل انت تعبر عن نبيك، يعني نبيك العرصه النجس القذر، هذا انت لما عم تكتب الكلمات القذره مثل وجه نبيك، مثل لحيه نبيك. انا يعني اشبه لحيه نبيك بالعانه بصراحه، يعني كانت اكيد كثيفه كالعانه، يعني لحيه نبيك العرصه هذا. فلذلك انت بتحب المنطقه هاي. أنا عم بشوف أصدقائي تعليقات، يعني هو عم بحاول أشوف شيء، يعني ممكن نتكلم فيه، بس يا ريت تطرحوا أفكار حتى نقدر نتكلم فيها، يعني أنا بتمنى منكم. طيب، معنا اتصال من جور. جور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا فيك. وجدت صعوبة جدا في التواصل معك أخي جو. آسف كثير. أنا لأنه عندنا في السعودية بصراحة. تفضلي تفضلي أختي، تفضلي. في السعودية عندنا البرنامج هذا محجوب وطري بري. أخي، كلنا في النهاية كفار. المسلم هو كافر بكل الآلي. بالضبط جور. يعني جور، أسمع، تفضل. كفر الآلهة بالإضافة إلى نعم. ف يأتيك القرآن نفسه، أهدئي أن أهل الكتاب يؤمنوا بإله وما أدري إيش. في النهاية هو نفسه يسيء ويهين ويحتوي على ألفاظ جنسية بحتة، أو يحتوي على ألفاظ مهينة. أنزل سورة كاملة فيها شتائم أبو لهب، أيضا آيات كثيرة مقدار المنافقين، هم السبب في أنهم يجعلون الناس يضطرون للنفاق لسلامتهم الشخصية. صح، بالضبط بالضبط، نعم نعم. جور جور، أنت عم تتكلم بس بدي أسألك، عم تتكلمي من السعودية حضرتك؟ نعم. وبرنامج الجهر بالإلحاد طبعاً محجوب بالسعودية من اليوتيوب. لا لا، برنامج السكايب اللي أتواصل فيه معك. برنامج السكايب، أيوة، أوكي. نعم، كثير في برامج للتواصل محجوبة في السعودية وفي غير السعودية. للأسف الشديد، يعني هن ما بيعرفوا غير الحجب والإقصاء، مثل ما شفنا الأخت هبة. يحدون من التواصل. لا، أنا اللي أبغى أوصله أنه يعطونك آية ويبغونك تؤمن في هذه الآية بس بلا فهم. ليش ما أفهمها؟ أنا أجد صعوبة في التندس، علشان بصراحة أنا في مكان ما ينفع أحد يسمعني أتحدث عن هذه الأشياء. ولا يهمك. هو الصوت كمان بصراحة الصوت ما واضح، عم بيقطش، يعني أغلب الكلام يعني ما عم بتواصل. فممكن يعني، على كل حال حلقاتنا كثيرة جور، أنا كثير تشرفت فيكي، وممكن نتواصل دائما، ويعني ونحكي وتتواصلي بالبرنامج. يعني أنا بتمنى سكايب يكون شغال، وأنا ما عندي أي وسيلة تانية بصراحة، يعني قادر يعني خليها تواصل مع الناس.
مو مشكلة، رغم أن أنا شرفت كثير إن أنا سعيد جدا بالتواصل معك والتحدث معك. أنا صراحة مستجدة الإلحاد والإسلاميين، بس إن شاء الله السلام عليكم وغيرها كثير. أكيد أتوقع إنه بسبب التلقين منذ الطفولة راح نواجه صعوبة في إننا إحنا ندخل من هذه العبارات الملصقة بهذا الإله المزعوم. بالضبط، هي مجرد مصطلحات أختي، يعني مجرد مصطلحات لا تنفع، يعني تعبر عن معنى معين، وأنا أستعملها بصراحة، أنا أستعملها يعني لحد هالساعة، هي لما أكل أقول بسم الله يعني، فعادي جدا يعني. هل المصطلحات هي أنا لا أهتم لها بصراحة نهائيا، يعني إذا شخص قال لي السلام عليكم لا تشترط الإيمان ابدا، يعني ما له علاقه بنهائيا، يعني انا لم اكن مؤمن بحياتي. سلام، اتوقع ان سلام جور لم اسمعك. نعم ما سمعتك، تفضلي. طيب شكرا كثير لك اختي جور، شكرا لك، واتمنى مشاركات اخرى بحلقات قادمه ان شاء الله. طيب الأخ أحمد دنان اتصل فينا، وأسف كثير أحمد أنا ما قدرت أخذ، على كل حال خلينا نتصل بالأخ أحمد. تفضل أخي أحمد. مساء الورد. طبعا أنا سامع إن في حد مزعل أحمد أخونا حبيبنا، وطبعا الكلام ده ما ينفعش، مش مع أحمد فرحان. سامعني يا جماعه الصوت واضح؟ تفضل. بقول لك انا ما شفتش الحلقه من اولها، بس اللي قدرت افهمه ان في جريده كتبت عن احمد حرقان، وتقريبا يعني انسولتد يعني. لا هو اول الموضوع شلون احمد، في شخص اسمه شومان هذا القذر عم يتهجم على احمد يعني بشرفه، فهل كان عم بس المجله هي جت ضد البرنامج وضد صفحه الجهر بالالحاد. طب هم ليه ما عندهمش اسباب منطقيه يواجهونا بيها ويثبتوا صحه ادعائهم؟ يعني هم كل اللي شاطرين فيه الغلط والاستفزاز، واخد بالك؟ لا هي الكاتبه بتعرف احمد، الكاتبه بدات بلا اكراها في الدين بالتحديد، يعني بدات بعباره لا اكراها في الدين، وقفلتها من بدل دينه فاقتلوه. طب ما هو اسلامهم فعلا كده، هي ما كسبتش على فكره، يعني هي ما جابتش حاجه من بره، ما هو الكلام ده عنده. هو ده، ما هي دي المشكله اللي احنا معانا مشكله معاهم ليه؟ عشان الكلام ده. تاخد بال حضرتك؟ ايوه، انتوا ناس بتؤمنوا بدين اجرامي ودين عنصري ودين دموي، واحنا وارهابي، واحنا ضد الكلام ده، والكلام ده بالنسبه لنا مش منطقي، واحنا ضده على طول الخط وهننتقده. وايه يعني انتوا عايزين ايه يعني؟ هنفضل ننتقد ونفضل نطلع ونطلع. لا انا بس هقول كلمه بسرعه عشان اسيب احمد اخويا يكمل برضه. لا احمد ما معنا، احمد ما معنا، راح احمد نص ساعه بس بقي معنا، واحمد كان مريض يعني مشان هيك، فنص ساعه تم معنا، اكثر من نص ساعه بشوي وراح الاخ احمد. تفضل خذ راحتك وقول اللي بدك اياه. احنا هنفضل ننتقد طالما احنا مش مقتنعين، ومفيش حد يقدر يجبرنا على ان احنا نؤمن بحاجه ونصدق حاجه مش حقيقيه وهميه. واخد بالك؟ ارهاب وتهديدات وقله ادب، الكلام ده مش هينفع معانا. وما اعتقدش احمد حرقان مش اول مره يتعرض لكلام زي ده، اتعرض لكلام ده كتير، والراجل ما عمره ما استسلم، الراجل على طول. هو للاسف الشديد يعني النداله هي انه يعني احمد بعمره ما طرح مواضيع مثلا جنسيه ولا اي شيء، هو هالمعتوه هذا الوضيع هذا يعني يرمي الناس بشرفه، لو كان عنده ذره شرف ما يعني ما حكى كلمه على احمد، لو ذره شرف فقط، ذره واحده. شرف مين؟ هم ما لهمش شرف ولا لهم مين، هم ناس عدوانية، ناس همجية، ناس تحتكر الحقيقة لنفسها، واحنا مش الكلام ده مش هيمشي معانا، واحنا هنفضل ننتقد، واحنا عندنا حلقة افتكر قريب معاك. بالضبط يوم الاحد اصدقائي، يوم الاحد الساعة 8 بتوقيت لندن، يعني نفس التوقيت اللي ببس فيه دائما، اللي راح يكون معنا الاخ احمد الزنديق، الاخ احمد والزنديق الاخر اسلام حمدي. ان
عدد الموحدين في التزايد بكل تأكيد بكل تأكيد وموتوا بغيظكم. واحنا لن نتراجع واحنا مش هنخاف واخد بالك. وشومان دوت ما انتصرش على حركات بالكلمتين اللي قالهم يعني او على الالحاد او على الملحدين. لا ما هبل انهم طلعوا يتكلموا عليها بجلاله الشرعيه واخد بالك ويجيبوا سيره بيتي ويجيبوا سيره مش عارف الناس على اوساخ حقاره وساخه وضاعه وده شيء مش جديد عليهم يعني. صحيح. وانا بوجه لهم كلمه ان كانوا سامعين، لو عندكم حجج منطقيه تواجهونا بيها احنا جاهزين للمناظرات. احنا جاهزين للمناظرات. عايز تتناظر في اي ناحيه انت عايزها، ناحيه فلسفيه، ناحيه علميه، احنا جاهزين لاي حاجه، احنا قاريين في كل حاجه ومطلعين في كل حاجه، وحتى سيره وتاريخ نبيك احنا عاطمينه وفاهمينه كويس وجاهزين للرد عليك وافهامك بالمنطق، لكن المشكله انت ما عندكش منطق عشان تناظرني، انت ما عندكش منطق، انت عندك عنف. هو كده بالبلطجه هتسكت ولا افتح دماغك؟ هو ده نظام؟ لا انا مش هسكت، ورينا تفتح دماغي ازاي؟ احنا مش هنسكت، احنا هنفضل ننتقدكم كده. احنا على طول الخط ننتقدكم. وده شيء مش جديد ومش اول ولا اخر مره هتحصل الكلام ده ويحصل معانا كلنا وهيفضل يحصل الى ان انتهوا هؤلاء الخرفجيه تقدر تقول عليهم. خرفجيه هدول مو بس خرفجيه هدول المشكله الخرفجيه هدول بخرافاتهم هي دمروا حياتنا احمد. انت يعني انت واحد انا اثنين ومثلنا ملايين الناس تشردت من بلادها. يعني نحن انا وانت هلا فرحانين نحن بالغربه عايشين بغربه ما عايشين ببلادنا. يعني ما بعرفش ليش في بلادنا، ليش في بلادنا ازاي في الهمجيه اللي هم فيها والارهاب والعنف اللي هم فيها. بالضبط محدش يعرف بالضبط بالضبط. خربوها وقعدوا على تلاها. خلاص خربوها وقعدوا على تلاها. اتمنى ان هم يكونوا فرحانين يعني بعد ما خربوا. هن عم بهربوا من ذاتهم من نفسهم. يعني المشكلة انه الخرافة هي عشعشت في مخهم حتى صارت جزء منهم. يعني اذا بتلاحظ اذا بتشوف حتى ثقافتنا حزينة، يعني اغانينا حزينة يا رجل، قصائدنا حزينة، جعلوا الحياة كلها حزن بحزن. يعني صاروا يتفخرون بالدمع الحزينة اللي يكتب اسمه الحزين والما بعرف شو. يعني صرنا نفسيا منحطين الى ابعد الحدود. يعني مع اعتناقهم بهذا الفكر المريض العنصري الدموي لسه ما فيش من مش عارف امبارح ولا اول انا شايفها على النيوز مركب طالعه من مصر مش عارف 130 شاب ولا 150 شاب طالعين 40 هجره غير شرعيه. مركب وقعت بيهم في البحر واغلب الشباب غرق مات. طب لما انت اعتقادك في هذه الثقافه وهذا الفكر المريض ايه اللي موديك الغرب؟ يعني انت رايح الغرب تهب بيه؟ الغرب ده علماني كافر. انت معرض نفسك للموت وفعلا موت علشان توصل بس انك تعيش هناك في اوروبا. طيب انت خلاص بقى. ما هو انت ما ينفعش بقول لك اللي يفشع على وتدين واحد تخش فيه من ورا. بالك انت عايز هنا ولا عايز هنا؟ خليك بقى في الجحيم بقى. خليك عايش في الجحيم وعطانك دين صلعم وادي صلواتك وادي صيامك وعيش مع نفسك هناك. الا عايز تروح اوروبا ليه؟ مموت نفسك عايز تروح اوروبا ليه؟ اوروبا مش ليك، اوروبا لا تعترف بهذا الفكر الدموي والعنصري العدواني. يعني امرهم غريب انا مش قادر افهمهم. انا مش قادر افهم الناس دي. فطبعا اللي حصل مع حركان ده ماهيش يعني ماهيش حاجه تهزنا ولا حاجه لا ولا اول مره ولا اخر مره هيحصل. واحنا نحن لهم واحنا برامجنا شغاله ونقدنا شغال ومش هنتراجع. ودايما في جديد ودايما في ملحدين ودايما في مجاهرين. متشكر قوي ان انت سمحت لي بالمداخله. بكل تاكيد احمد انا بشكرك كثير حبيبي على المداخله. واكيد ان لقاء يوم الاحد طبعا وراح نحكي اللي بدنا اياه وما راح نتوقف واللي بيطلع بايدهم يساوي باجره مثل على طول بقول هاي. شكرا احمد، شكرا كثير حبيبي. شكرا. طب اصدقائي على كلنا بكره الساعه 3 بتوقيت لندن الساعه 4 العصر بتوقيت مصر راح يكون معنا النبي جلده الحنفيه حبيب نبي ابي هو وامي جورج بول اللي حدثنا عن اليهوديه. وراح نكمل معه حلقات باليهوديه وخرافات اليهوديه. بعدين ننتقل للمسيحيه كمان، تاريخ المسيحيه، خرافات المسيحيه، نشوف كل شيء
بهالدين الإبراهيمي اللي أسس، خلينا نقول الدين اليهودي اللي أسس لهالديانات الإبراهيمية القذرة اللي حولت حياتنا لجحيم. يعني راح نبدأ باليهودية وبعدين ننتقل للمسيحية. وأنا بتمنى كل صديق قادر أنه يفيدنا، صديق من خلفية مسيحية يفيدنا بمسألة المسيحية يراسلني، وحتى نعمل حلقات بالمسيحية وعن اليهودية ونفهم المسيحية أكثر ونفهم اليهودية أكثر. لأنه بصراحة أغلب الملحدين من خلفية إسلامية مثل حكايتي والأخ أحمد وكل الأغلبية الساحقة، يعني نحن من خلفية إسلامية، فلذلك بدنا أصدقاء من الخلفية المسيحية يقدروا يشرحوا لنا بالخلفية من الديانة المسيحية، الديانة اليهودية، العهد القديم والعهد الجديد وكل هالخزعبلات هي التفاهي، حتى نقدر نوعي الناس ونفهم شو جذور المشكلة، جذور هالدين الإسلامي القذر. يعني نحن كلنا نعرف أنه الإسلام هي طائفة يهودية، يعني طائفة من الطوائف اليهودية المهرطقة بالنسبة لليهود طبعا. فبتمنى من أصدقائي أنه اللي يعني بيشوف في نفسه الكفاءة أنه يقدر يشرح يكون عنده الثقافة الكاملة بالمسيحية واليهودية يراسلني ونسوي حلقات ونقدر يعني نوعي على قد ما مستطاع، يعني نوعي الناس بهالدين هذا. طبعا الساعة 8 كمان المساء بتوقيت لندن راح يكون معنا الأخ سامي التونسي، هو ملحد وصاحب جروب الحاد العالمي، راح يكون معنا بكرة كمان يحكي لنا عن تجربته مع الدين. وبعد بكرة راح يكون معنا الأخ أحمد دنالة والأخ إسلام حمدي، ويوم الاثنين راح يكون في حلقة خاصة عن تاريخ الأكراد. أنا بتمنى لأصدقائنا اللي ما بيعرفوا شيء عن تاريخ الأكراد يتابعونا يعرفوا جزء بسيط على الأقل عن تاريخ الأكراد. وراح يكون حلقات تانية عن الثقافة الكردية عموما، يعني من موسيقى، من شعر، من كل شيء يتعلق بالثقافة الكردية، عن الديانة الأزيدية، عن الأساس بالثقافة الكردية كيف بدأت إلى مراحل تاريخ الكردي، لأنه كل أغلب الناس المتكلمين بالعربية لا يعرفون الثقافة الكردية، لا يعرفون الأكراد من هم. وقريبا كمان أنا تكلمت مع أخي كريم العبيدي راح نسوي عن الثقافة أو عن الأمازيغ، كمان تاريخ الأمازيغ، ثقافة الأمازيغ، حتى نعرف صراحة. أنا لا أعرف شيء عن الأمازيغ وأنا بدي أعرف وبدي أتعلم حتى نشوف شو عمل الإسلام فينا. يعني شو عمل الإسلام فينا؟ الإسلام خرب بيوت العالم، يعني الأمازيغ ثقافة عريقة تمتد في جذور التاريخ لا نعرف عنها الشيء. ليش في سبيل هالعربان الجربان هذول اللي أتوا من الصحراء قاحلة واحتلوا بلادنا؟ طيب أنا راح أشوف في جاني في الأخت ديانا عم تقول: جان لا أعرف كيف أشكرك على كل ما تقوم به، وأعرف كمية ما تتحمل من الأوغاد، لا أعرف أي. طيب خلونا نشوف الأخ أخونا كارم. كارم مرحبا تفضل. عزيزي جان كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أنا زعلان منك، أنا زعلان منك كثير. إيش أمرني خير؟ تسكرت صفحة جلدة الحنفية وما تفتح غيرها؟ في قلوبنا خلاص، هي في قلوبنا، انتهى موضوع. لا رسالتنا وصلناها. بدنا نفتح غيرها، يعني بدنا نفتح 20 صفحة لجلدة الحنفية، ما راح نتوقف. وعلى عيونك 30 ولا تزعل ولا تشيل هم، يا مرضى بالله. يعني طيب تفضل أخي. ولا تشيل هم، تسلم. انت مرضى بالله، فما بدي اياك تزعل منا بعدين تغضبنا غضبك وحش، احنا شايفينه يعني. حبيبي حبيبي تفضل تفضل. حبيبي الله يخليك. بدي احييك واحيي كل المستمعين معك، واستاذ احمد حرقان كلنا معاه وكلنا بنآزره وبنشد عليه، واعتقد اي واحد شاف نص ساعه ربع ساعه خطاب، اي خطاب، اي طريقه كلام حوار احمد حرقان حيعرف انه رجال مستوى عالي جدا عن
عن الكلام البذيء او المستوى الدوري تبع شومان او غير شومان بالضبط هي ماست دون كير يعني ما اعتقدش انه شيء بشيء هي بتنرفز وبتضايق لكن مش احمد حرقان ينحك على هيك يعني عرفت مبين من اسلوبه ونزال ابعد ما يكون عن الاشياء هاي على فكرة يعني شومان ما بيعبر غير عن نفسه وعن عن تربيته الوضيعة يعني هي بالضبط هو اللي بداية شوي انه من محسوب عليك مفروض هو لا محسوب ولا شيء بس انه يعني هو بيطلع بقناعة انه انا ملحد او لا ديني او لا ادري او كذا فالواحد يعني من هيك بيكون قلقان اي ثينك هذا اللي بداية احمد حرقان بالمقام الاول يعني انه بشوه صورة مجموعة كاملة يعني عم بتحاول عم بتناضل ومضطهد اضطهاد ما في داعي نشرحه تمام اما بخصوص كمان الاخت بحييها الاخت جود اي ثينك اللي من السعوديه يعني انا بقدر لها قديش المغامره اللي عملتها وهي كانت بصراحه اخي كرم عم تحكي بمنطقه عم تقول لي انه انا بمنطقه ما بقدر احكي لانه من حوالي ف يعني مغامره بصراحه هي عم تحكي مغامره وانا مشان هيك ما حبيت اطول الحديث معها لانه عم تحكي وهي داخل مغامره يعني ونحن بنخاف عليها قلق كبير بالضبط عليها انا بقول لك فانا بقول لك لك ان تتخيل مدى الضغط النفسي اللي تعرضت له هي او غيرها انه ما قدرت تسكت خلاص بالضبط يعني خلاص عرفت حاولت باي طريقه فانت انا بشوف رسالتكم هاي انت والشباب احمد حرقان والشباب اللي عندهم كل الشباب مبني السعاده بقنواتهم في المقام الاول ما بشوفها من واعي الناس او الواعي المغيب او المسلم الطيب الكيوت لا انا بشوفها من المقام الاول ثبتني انا عن نفسي كملحد من افلام كل اللي حوالي الله 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 طب بالاخر بدك حدا يثبتك عارفه يثبتك على الصواب فعلا انا بحكي جد بدك حدا يثبتك انه اوف اي مين ذس ذس ثينجز انه جان عم بيحكي هيك وانا كنت بحكي هيك هيات لقيت واحد معي وبسمع في ناس كثير مشتركين وبشوف بالشات شيء كثير رائع وبخصوص كلام موضوع انه السلام عليكم وعليكم السلام وفي امان الله انا مش مستعد اتنازل عن هالكلمه حتى لو هم مثلا اجى اليوم انه قدرنا كملحد او كلاتيني او لا ادري انه يعبر عن نفسه ما حدا له حق يعني حتى لو لهجتي صارت لغتي انا تربيت عليها صارت لغتي بالضبط فجاي حضرتك كمان يا مؤمن بدك تاخذ مني هالكلمه منه شفت قلت السلام عليكم ورحمه الله على فكره السلام عليكم هيك سلام الكفار يعني اللي علمها محمد ابو ذر الغفاري لما دخل عليه سلم عليه عجبته قال له والله خوش كلمه فخلص خلينا نعتمدها اعتمدها الاخ صارت لهم مش تاخذ كلامي بالفعل يعني نحن كارم بس صارت كلامي تاخذ مني لا انا بدي اقول بامان الله الله تبع غير الله تبعك ما هو بالاخر اسم كارم بلا ما اقطع على حديثك يعني اول ما عملنا صفحه الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا لا هي كلمه اسلاميه لازم انتوا ياخذينها لك طيب يعني اللغه يا اولادين ما بعرف شو بدي اسميكم هل اللغه انتوا يعني صارت لكم اللغه موجوده قبل الاسلام اللغه العربيه موجوده قبل الاسلام يعني واللي تشرك اللغه العربيه هو القران الكريم هذا اللي مزق اللغه العربيه والقران الكريم اللي صار له 50 مفسر اصلا انا بجيب هلا يعني باخر بهل الوقت هذا قصيده العنترة ما بدي مفسر الا بفهمها يعني بس القران بده 50,000 مفسر حتى نفهمه فالقران يعني تشرك اللغه العربيه بالضبط هاي هي بغض النظر حتى لو لغه جديده لغه مستحدثه ان شاء الله لغه ولدت امبارح انا اكتسبتها بالضبط الطبيعه اللي انت فرضتها علي صح. كمجتمع مسلم فغصب عنك بدك تحترم حقي باكتسابها خلص اتس ماين بالضبط نعم اللغه يعني لو في حدا مثلا مش حابب يقولها السلام عليكم مثلا بده يقول مرحبا هو حر بس انا بدي اقولها يا سيدي جكر كيفي انا متعود عليها فمش احاول اعود نفسي اقلم نفسي على اشياء doesn't mean يعني انه اي معنى يعني نحن مثلا انا عن نفسي مثلا كلمه الله هاي انه nothing بالضبط هو السلام اصلا السلام هو مناقض للاسلام يعني السلام مناقض لدين الاسلام يعني دين الاسلام هو دين دموي ودين حروب فالسلام لما اقول السلام عليكم هي تنفي الاسلام نهائيا بالضبط يعني مفروض الطبيعي الانسان العاقل يعرف لما احكي السلام عليكم اقول هذا مو مسلم هذا المفروض لانه ما بيجيب سلام المسلم الا انا مسلم بالضبط
ضبط. اما احكي انا اطلع على مثلا وسيله اعلام حكون متاكد موقن انه في منها ناس مسيحيين، ناس يهود، ناس نصارى، ناس لا ادريين، واقول السلام عليكم، فطبيعي يقولوا عنه هذا الرجل اللي بيحكي السلام عليكم ما عدا مجموعه من الناس منهم كفار خرج عن المله، لانه من المعلوم بالدين بالضروره انه لا يلقي السلام على واحد مش مسلم. ف يعني هاي الكلمه المفروض تكون تاج علينا احنا، مش ياخذوها منا كمان، مش بس هاي الكلمه، الكلمات الثانيه في امان الله او اشياء ثانيه. بس انا ما بدي اطول عليك، اسف طولت شوي. ولا يهمك ولا يهمك، برنامجك ووقت مفتوح لكل الاصدقاء يعني. استنى يا غالي، وكيب دوين ذس، زي ما قلت لك انه الي انا عن نفسي بحكي، ضلك شد على ايدك، تضلك برامجك هاي عشان تثبتني، عشان لي منفس، لانه انا المجتمع حتى ما بقدر اطلع فيه، يعني انا فلسطيني، فلك ان تتخيل المأساة، فلسطيني وعايش في دولة من الخليج، فلسطيني هو الحلقة الأضعف طبعاً في أي مكان. صحيح. بدأت لما يطلع فلسطيني. صحيح. صحيح. كنا للسعودية مثلاً رائف، فجأة الله يفك أسره يعني. أكيد بكل تأكيد. لما أجى الطيار عشان فلسطيني كتب بيتين شعر، إعدام حكم، طبعاً وقفوا الإعدام، بس الله أعلم هلا وحده شو صار. بس على طول الحكم إعدام، يعني عادي لأنه فلسطيني. يا حيف يا حيف، يعني لا يخلو سجون كل الدول الإسلامية، ليس فقط السعودية، يعني كلها تعذيب، ونعرفها يعني نحن، أنا بعرفها من سجون سوريا اللي للأسف الشديد يعني. بشار وعائلة الأسد كلها بشكل عام الجحش الأسد، وحتى الإخوان المسلمين، يعني جماعة سوريا، الإخوان المسلمين، ولا بشار، ولا البعثيين، ولا كل هذول، يعني كلهم من هال المجتمع التافه هذا، يعني كلهم من نفس، يعني حتى هلا اذا راح البشار الكلب هذا وجه والاخوان المسلمين، يعني شو راح تفرق؟ راح نظام علوي، جاء نظام سني، هاي القصه. وانا برايي حتى لو اجى اشتراكي، لو اجى علماني، لو اجى اي نظام، ما دام الثقافه موجوده، الثقافه بالضبط المجتمع فوق الفرد، الا ما يكون في القمع وفي القتل وفي الحرب وفي التقطيع شيء وارد. احنا لازم كلنا ننغسل او نبال. انا جد بحكي جد، تنزل هيك قنبله من فوق، اذا كنا نطلع شعب جديد ممكن في امل، ما غير هيك كثير صعب. وشكرا لك، بدي اعطيك اكثر من هيك. شكرا لك كارم، وانا بتمنى تراسلني على الفيسبوك لانه محتاجك بصراحه، يعني انا بتمنى تراسلني وحاولت. ماشي 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 صديقي، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. طب أصدقائي، أظن يعني وصلنا لنهاية الحلقة. أنا بتمنى منكم يعني مثل ما بقولوا يعني المشاركة، وبصراحة يعني توصلوا صوتنا حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء ومن الناس، مسلمين كانوا، ملحدين كانوا، مهما كان خلفيتهم الدينية أو الثقافية، حتى بس نوصل الفكر هذا، نوصل لهم أنه نحن هون لحتى ننقذ هالمجتمع التافه هذا من هالانحطاط وهالدمار وهالخراب هذا. فبتمنى منكم يعني اقل شيء مشاركات، يعني ما ضروري تحط بصفحتك الناس كلها بتعرفك، حط ساوي صفحات وهميه بنيك نيم وانشر هالحلقات هاي حتى يصل صوتنا لكل الناس، حتى تعبنا ما يروح على الفاضي مثل ما قال نبينا سامي الدين، ونقدر نوصل فكره اقل شيء لهال يعني ما بعرف شو اسميهم، اهالينا يعني المغيبين بهالدين هذا وهالخرافه هاي اللي شايفين نتائجها على ارض الواقع يعني. بتمنى منكم كمان يعني تتابعونا بكره في الحلقتين مع جورج ومع اخونا سامي، ونشوف شو بنقدر نقدم يعني اشياء جديده عن اليهوديه. انا كثير بصراحه متشوق لهالحلقه هاي، لانه انا مثلكم ما بنعرف شيء عن اليهوديه غير ما جاب لنا اياه محمد ودين محمد القزر، وما بنعرف شيء عن المسيحيه غير اللي جاب لنا اياه محمد القزر هذا الى اذهاننا، حتى نعرف قزاره هالاديان، يعني قزاره الدين اليهودي يعني وقزاره الدين المسيحي، ونكشفهم كلنا حقيقتهم، ونوعي هالناس هاي، ونقدر نساوي شيء لمجتمعاتنا. شكرا لكم اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه غدا الساعة 3 بتوقيت لندن. شكرا لكم، إلى اللقاء.